طويلة داخل الصندوق داخل منطقة ال 18 على طول بيطلع أحمد عبد الموجود ترجع لحسام حسن لأحمد عادل عرضية بتعدي خطيرة محمود شيكا وداخل الشباك داخل الشباك محمود شيكا الهدف الأول لنادي الشرقية الهدف الأول في الوقت القاتل عشان يتقدم نادي الشرقية بهدف أول كرة تخبط يسددها محمود شيكا هنشوفها هنشوف الإعادة مع مخرجنا واحد الشرقية في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي وادي الكرة بتعدي توصل لمحمود شيكا ياخدها على صدره ويسندها ويسدد محمود شيكا يخبطها